أعمال 27. فلما استقر الرأي إننا نسافر في البحر بإيطاليا، سلموا بولس وأسرة تانية لقائد مية من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. فطلعنا لسفينة أدرامنتينية وركبنا البحر ناويين نسافر نعدي على الأماكن اللي في آسيا، وكان معانا أسكرخوس راجل دوني من سالونيكي. وفي اليوم الثاني وصلنا الصيدة، فعامل يوليوس بولس بالراحة وسمح له يروح لأصحابه عشان ياخد مساعدة منهم. بعدين ركبنا البحر من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الريح كانت ضدنا. وبعد ما عدينا البحر اللي جنب كيليكيا وبنفليا نزلنا لمراليكيا. فلما لقى قائد المية هناك سفينة اسكندرانية مسافرة لإيطاليا دخلنا فيها. ولما كنا بنسافر على محلنا أيام كتيرة وبالعكس بقينا قرب كنيدس وما قدرناش أنشطر بسبب الريح، سافرنا من تحت كريت قرب سلموني. ولما عدناها بالعافية جينا المكان بيتقلوا المواني كويسة اللي قريب منها مدينة نسائية. ولما عدى وقت طويل وبقى السفر في البحر خطر عشان كان الصنك من عدى أعبولس يحذرهم ويقول يا رجالة أنا شايف إن السفر ده رح يبقى ضرر وخسارة كتيرة، مش للشمولة وسفينة بس، لكن لينا إحنا كمان. ولكن كان قائد المية يسمع كلام ربان السفينة وصاحبها أكتر من كلام بولس. ولأن المينا ما كانش المكان بتاعها ينفع للمشتى، استقر رأي أكثرهم يركبوا البحر من هناك تاني، يمكن يقدروا يوصلوا لفينيكس عشان يشدوا فيها، وهي مينا في كريت بتبص على الجنوب الغربي والشمال الغربي. فلما جت نسمة من ريح الجنوب افتكروا انهم نالوا مرادهم، فرفعوا المرسى وقعدوا يعدوا كريت وهم مقربين قوي. ولكن بعد شوية هاجت عليها ريح زوبعة بيتقلها أوركليدون. فلما خطفت السفينة وما قدرتش توقف قدام الريح سلمنا فبقينا نتشال. فجرينا تحت جزيرة بيتقلها كلودي وبالعافية قدرنا ناخد المركب. ولما رفعوه قعدوا يعملوا احتياطاتي يحزموا السفينة، ولما كانوا خايفين يقعوا في شط الرملة الحرة نزلوا الشراعات وبالشدة كانوا بيتشالوا. ولما كنا في نوع عنيفة قعدوا تاني يوم يفضوا الحمولة. وفي اليوم التالت رمينا بايدينا عفش السفينة. ولما ما كانتش الشمس ولا النجوم بتظهر ايام كتيرة والنوى شدت علينا مش الليل اتشد في الاخر كل امل نجاتنا. فلما حصل صوم كتير وقتها وقف بولس في وسطهم وقال كان مفروض يا رجالة تسمعوا كلامي ولا تركبوش البحر من كريت فتسلموا من الضرر ده والخسارة. ودلوقتي ببلغكم تفرحوا لانه مش هتبقى فيه خسارة نفس واحدة منكم ما عدا السفينة، لان الليلة دي وقف بيا ملاك الاله اللي انا له واللي بعبده وقال لي ما تخافش يا بولس لازم انك تقف قدام قيصر واهو الله اداك هدية كل اللي مسافرين معاك عشان كده افرح يا رجالة لاني بآمن بالله ان ده هيحصل لي زي ما قال لي ولكن لازم نقع على جزيرة. فلما بات الليل 14 واحنا متشالين تايهين في بحر أدريا افتكر الدوتية حوالي نص الليل انهم قربوا على شط فقاسوا عمق المية ولقوا 20 طول يعني حوالي 37 متر ولما مشوا شوية قاسوا تاني فلقوا 15 طول يعني حوالي 27 متر ولما كانوا خايفين يقعوا على أماكن صعبة رموا من أهل السفينة أربع مراسي وكانوا عايزين يطلعوا النهار. ولما كان النوتية عايزين يرموا من السفينة ونزلوا المركب للبحر بحجة انهم ناويين يمدوا مراسي من مقدمة السفينة قال بولس لقائد المية والعسكر لو ما فضلوش دول في السفينة فانتم ما تقدروش تنجوا. وقتها قطع العسكر حبال المركب وسابوه يقع. ولما قرب يطلع النهار كان بولس بيطلب من الكل ياكلوا لقمة وهو بيقول ده اليوم ال 14 وانتم مستنيين لسه صايمين وما خدتوش حاجة عشان كده بطلب منكم تاكلوا لقمة لان ده هيبقى مفيد لنجاتكم لانه مش هتقع شعرة من راس واحد منكم. ولما قال ده خد عيش وشكر الله قدام الكل وكسر وابتدى ياكل فبقى كل مبسوطين واخدوا هما كمان اكل. وكنا في السفينة كل النفوس 276 ولما شبعوا من الاكل راحوا يخففوا السفينة وهم بيرموا الامر في البحر. ولما طلع النهار ما كانوش يعرفوا الارض ولكنهم شافوا خليج له شط فاتفقوا كلهم يزوبوا السفينة ليل لو قدروا. فلما شالوا المراسي وسابوها في البحر وفكوا رباط الدفة كمان رفعوا شراع الريح اللي بتهب وجمع الشط. ولما وقعوا على مكان بين بحرين شاشوا بالسفينة فغرز الجزء الاولاني منها وقعدت ما تتحركش واما اخرتها فكانت تتفكك من عمق الامواج. فكان رأي العسكر يقتلوا الاسرى لحسن يوم حد منهم فيهرب ولكن قائد المية عشان كان عايز ينقذ بولس منحهم الرأي ده وامر ان اللي يقدروا يعوموا يرموا نفسهم الاول فيخرجوا للشط والباقي
الباقيين شوية منهم على الواح وشوية منهم على حدح من سفينة. فبالشكل ده حصل ان كل نجو للشط.